Hola, buenas, soy Luis Jiménez Amorós, soy etnomusicólogo y compositor. Dedico pues, mi vida a la investigación musical sobre la circulación cultural de España con el norte de África y otros lugares del mundo. En estas dos últimas semanas he realizado un taller que se llama El desconocido Levante Español y un poco pues, traza lo que es la música, como la música de la zona de España del Mediterráneo, de Valencia, Alicante y Murcia, tiene una relación histórica cultural con el norte de África. Ha sido un gran placer, también hemos podido hacer jams y charlas en Filas y en Maulana. Y bueno, ahora verán la música, esa relación histórica cultural que hay en breve momento. Muchas gracias. هاي انا نسمة صادق مدرس مساعد في التربيه الموسيقيه بعزف فيولا دايما بعزف كلاسيكي واتجهت الفتره اللي فاتت في التعليم اكتر من العزف فاول ما اتعرض عليا ان انا احضر الورشه كان بالنسبه لي تجربه جديده ان انا بقالي كتير بدرس وبعزف كلاسيكي جدا فان انا اختبر نوع جديد من الموسيقى اقدر اتعامل معاه وكان عجبني فكره الكورس ان هو بيعمل ميكس شويه ما بين الثقافات بيعزف مقامات مع بنتاتونيك مع مستخدم الات شرقيه مع اسلوب جاز مع حاجات كلاسيكيه فالموضوع شدني جدا ونما عندي حاجات كتير قوي كانت ناقصاني يعني ان انا ازاي اقدر اعمل الميكسات دي لان انا ما اتعودتش ان انا اعمل حاجه زي كده الكورس كان مفيد جدا ليا وكنت فعلا محتاجاه وهيخليني بعد كده افكر ان انا اسمع حاجات جديده شكرا مساء الخير انا اسمي طوقه جلال الهجرسي عندي 26 سنه انا ميوزيشن عازفه قانون عرفت عن الورشه عن طريق فيسبوك فحبيت ان انا اجي اشوف ايه ده نوع جديد من المزيكا ودخلت على الويب سايت بتاع لويس لقيت ان هو حد بروفيشنال جدا وباحث في الموسيقى ومتخصص كمان في الحاجات اللي هي التراثيه او الفولكلور الاسباني اللي ممكن تكون معرضه ان هي تختفي او كده فحلو ان هو حابب ان هو ينشر الثقافه دي في العالم كله لقيت ان هو فعلا سافر دول كتير جدا وقدر يعمل كده وهو كمان مؤلف حلو قوي عمل تراكات حلوه جدا سجلناها مع بعض يا رب تعجبكم وانا استفدت جدا جدا اتعلمت ستايلات جديده مقامات جديده طريقه مختلفه لاستخدام نفس المقام اللي احنا ممكن نكون عارفينه عندنا في الموسيقى العربيه لكن الطريقه بتاعتهم ازاي في اسبانيا بيستخدموه كمان الايقاعات والبيز لاين يعني حاجات كتير اضافت لي كتير جدا كميوزيشن واتمنى ان هي تتكرر تاني شكرا